مساء الخير. الخامس عشر من تموز يوليو 2022 سيتردد ذكره كثيراً في الآتي من الأيام، كما ستفرد له صفحات من تاريخ المنطقة على أنه تأريخ لتغيير جيوستراتيجي كبير لوجه الشرق الأوسط، بالرغم من الخطوات التمهيدية غير المعلنة التي سبقت هذا اليوم. ويمكن القول إن هذا الشرق الأوسط الجديد الذي دشنه الرئيس الأمريكي جو بايدن جرت هندسته عبر مسارين. الأول تمثل بأول رحلة جوية مدنية مباشرة بين تل أبيب وجدة في السعودية، افتتحها بايدن بطائراته الرئاسية، مكرسا بذلك أول خطوة رسمية معلنة للتطبيع بين السعودية وإسرائيل. فالمملكة التي تمثل قبلة المسلمين حول العالم تنظر إليها أيضاً تل أبيب على أنها تاج مشروع التطبيع مع الدول العربية قاطبة، ومن هنا تاريخية هذا اليوم. وأما المسار الثاني في خطوة بايدن فهو إعلان واشنطن العودة إلى المنطقة من البوابة السعودية بعدما أخلتها إدارة أوباما تحت وطأة اتفاق عام 2015 النووي وإدارة الظهر لشركاء في الخليج العربي. فهل تفتح خطوة اليوم الباب أمام خارطة جديدة للتحالفات الإقليمية وتحديداً في وجه إيران وفق ما جرى الحديث عنه أخيراً؟ أسرار كثيرة تلف هذا التحول الإقليمي الدولي، محوره الثمين النفط والغاز في ظل الحرب في أوكرانيا وأزمة واردات الغاز إلى أوروبا واهتزاز الاقتصاد العالمي وتصدع حكومات أوروبية وآخرها الحكومة الإيطالية إثر استقالة رئيسها، مع احتمال تمدد الأزمة في القارة العجوز. وفي ضوء ذلك يرقب العالم تفاهماً أمريكياً سعودياً حول زيادة إنتاج النفط بما يضبط السوق العالمي. وفي هذا الإطار أعلنت رويترز أن الجزائر ستورد 4 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا بدءاً من الأسبوع المقبل. أما السؤال اللبناني حول جولة بايدن فهو أين موقع لبنان في محادثات الكبار؟ وكيف ستنعكس على استحقاقاته المقبلة؟ وأولها الاستحقاق الرئاسي. وهل سيكون الرئيس المقبل أحد تجليات الوضع الجديد في المنطقة؟ وفي الوقائع اللبنانية انتظار لنتائج عملية التبريد التي شهدتها جبهة بعبدة السراي أمس بفعل تثمين التثمين لجهة الحرس الرئاسي على عدم الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، وعليه ترقب الأوساط ما ستؤول إليه الأمور بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من الخارج مع نهاية الأسبوع الحالي، كما ترقب الإعلان عن موعد الاجتماع الثالث بين الرئيس عين عون وميقاتي لاستكمال البحث والتشاور في التركيبة الحكومية. البداية من المصافحة المنتظرة بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، التي وصلها بايدن بعد ظهر اليوم آتياً مباشرة من تل أبيب في رحلة تاريخية. هي اللقطة المنتظرة، الرئيس الأمريكي جو بايدن يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقبضة اليد. فهل حالت إجراءات كورونا دون حرارة أكبر بالمصافحة، أم إن الجفاء لا يزال سيد العلاقة؟ ما يشرع التفكير في الجزء الثاني من التساؤل أن ولي العهد السعودي لم يكن بانتظار الرئيس بايدن على أرض المطار، إذ ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية أن أمير منطقة مكة استقبل الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في مستهل زيارة للمملكة في إطار جولة بالشرق الأوسط. وكان أيضاً في استقبال بايدن إلى جانب الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة التي تضم مدينة جدة، وفد يضم سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة ريما بن بندر آل سعود. المهم أن المحطة الثانية في جولة بايدن هي من دون شك الزيارة الأهم للرئيس الأمريكي في جولته الشرق أوسطية، فمحورها الثمين النفط والغاز في ظل الحرب في أوكرانيا وأزمة واردات الغاز إلى أوروبا واهتزاز الاقتصاد العالمي، وسط ترقب العالم لتفاهم أمريكي سعودي
حول زيادة إنتاج النفط بما يضبط السوق العالمي. فهل سيرضخ بن سلمان لرغبة بايدن رغم أن مشهدية اللقاء لا توحي بذلك؟ وكان بايدن التقى في بيت لحم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي شدد على حل الدولتين محذرا من نفاذ الوقت أمام هذا الخيار، فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه إقامة الدولة الفلسطينية. من مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح سمع الرئيس الأمريكي جو بايدن المواقف الفلسطينية الثابتة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعد لقاء مطول مع الرئيس الأمريكي أكد أن السلام يبدأ من فلسطين والقدس، ونمد أيدينا للعمل معكم من أجل تحقيقه، وأمد يدي لقادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان. وقد أكدنا لفخامة الرئيس بايدن على أهمية إعادة تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام المستندة لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود العام 67. فخامة الرئيس بعد 74 عاما من النكبة والتشرد والاحتلال، أما آن لهذا الاحتلال أن ينتهي؟ إننا نتطلع لخطوات من جانب الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب. فإنني أنتهز الفرصة بمناسبة زيارة فخامتكم للمنطقة لأقول إنني أمد يدي لقادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان، وهذا حصل منذ زمن طويل منذ اتفاق أوسلو، ونحن نمد يدنا للسلام مع كل قادة إسرائيل. الرئيس جو بايدن أكد دعمه حل الدولتين الذي يبدو بعيدا جدا في الوقت الراهن، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به وأن القدس يجب أن تكون للجميع. فإن التزامي بهذا الهدف لم يتغير. دولتان على حدود 1967 عن طريق تبادل للأراضي متفق عليه بصورة متبادلة، هذا هو أفضل طريق لتحقيق الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية المتكافئة للشعب الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. يستحق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولة خاصة به مستقلة ذات سياسة قابلة للحياة ومستمرة من حيث من الأراضي. دولتان لشعبين كلاهما له جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض، يعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن. دولتان تتمتعان بصورة كاملة بالحقوق المتساوية للمواطنين، شعبان يتمتعان بقسط متساو من الحرية والكرامة، وهذا هو محور هذا الموضوع. كل شخص لديه الحق في أن يعامل بكرامة، هذا هو أمر أساسي. أعرف أن هدف حل الدولتين يبدو بعيدا جدا بما تجري أمور مهينة مثل القيود على الحرية والسفر أو القلق اليومي على سلامة أطفالكم، هي أمور حقيقية ومباشرة. الشعب الفلسطيني يتألم الآن، نحن نشعر بذلك، نشعر بحزنكم وإحباطكم، حتى الولايات المتحدة تشعر بذلك، ولكن يجب ألا نفقد الأمل على دأبنا من أجل السلام. بايدن استنكر جريمة قتل شيرين أبو عقلي. والولايات المتحدة خسرت الكثير بما في ذلك مقتل المأساوي لشيرين أبو عقلة. كانت أمريكية ولكنها مواطنة أمريكية فخورة بأن تكون فلسطينية أيضا. كانت تؤدي عملا حيويا جدا في مجال الإعلام، وهو عمل حيوي من أجل الديمقراطية، ووفاتها كانت خسارة هائلة للعمل الضروري لمشاركة العالم قصة الشعب الفلسطيني. أتأمل أن إرثها سوف يلهم المزيد من الشباب للقيام بعملها في نقل الحقيقة. الرئيس الأمريكي يواصل جولته في المنطقة، حيث انتقل إلى المملكة العربية السعودية.
وقبل ساعات عفوا من زيارته إلى المملكة العربية السعودية، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار السعودية بفتح مجالها الجوي لكافة الناقلات الجوية المدنية، بحسب ما أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مضيفا في بيان أن هذا القرار يمهد الطريق أمام منطقة الشرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا وأمنا، وهو أمر شديد الأهمية لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي وأمن ورخاء إسرائيل. بدوره شكر رئيس حكومة العدو يائير لابيد السعودية على فتح مجالها الجوي، مؤكدا مواصلة العمل من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها. وكانت ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن السعودية قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية بموجب المعايير الدولية التي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية. حذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من تهديد إيران باستخدام القوة، وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اللجوء إلى القوة سيكون الملاذ الأخير لمنع طهران من حيازة سلاح نووي. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الجنرال أبو الفضل شكارجي الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله: الأمريكيون والصهاينة يعلمون جيدا ثمن استخدام كلمة اللجوء إلى القوة ضد إيران، وتابع: لابد أن بايدن كان يشعر بالنعاس عندما هدد إيران، مضيفا: انتبه إلى سراويل جنودك فقد تبتل في الخليج الفارسي. إلى مزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أحييكم من جديد. المنتخب اللبناني يواصل تألقه، ولبنان أي منتخب الأرز يفوز في إطار بطولة كأس آسيا لكرة السلة على المنتخب أو منتخب نيوزيلندا بنتيجة 87-72. هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أبطال منتخب لبنان معربا عن سعادته لهذا الفوز، خصوصا أنها المرة الأولى التي يفوز بها لبنان على المنتخب النيوزيلندي بعد سلسلة مواجهات جمعت المنتخبين في منافسات عالمية سابقة. وإذا اعتبر رئيس الجمهورية هذا الفوز علامة مضيئة للبنان وللدول العربية المشاركة في البطولة، شدد على أن الإنجاز الذي حققه أبطال المنتخب الوطني اللبناني يشكل دفعا قويا لشباب لبنان للمثابرة في الإيمان بقدراتهم وتحقيق طموحاتهم مهما كانت الظروف التي يجتازونها. السفيرة الفرنسية تؤكد أن لبنان مهم بالنسبة إلى بلادها. رسالة فرنسية واضحة وجهتها السفيرة الفرنسية آني غريو إلى المسؤولين اللبنانيين بتأكيدها أن الوقت داهم وينبغي الآن أن يتم تشكيل حكومة، قائلة: سوف تختارون رئيس لبنان الجديد، ومن المهم جدا احترام هذا الاستحقاق الديمقراطي الدستوري. كلام السفيرة غريو جاء خلال احتفال فرنسا بالعيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر بحضور حشد سياسي ونيابي ودبلوماسي وعسكري وديني واجتماعي واقتصادي وإعلامي. هذه السنة بالغة الأهمية بالنسبة إلى مستقبل لبنان ومستقبلكم ومستقبل أولادكم. الانتخابات أمر معقد وهي من صميم الديمقراطية، وقد تكلمت الديمقراطية خلال انتخاباتكم النيابية التي شهدت منافسة حادة أظهرت النتائج التي شكلت مفاجأة في بعض الأحيان أنه من غير الممكن حسم الأمور كلها سلفا. ينبغي الآن أن يتم تشكيل حكومة، فالوقت داهم، ثمة انتخابات رئاسية متوقعة بحلول نهاية شهر تشرين الأول. سوف تختارون رئيس لبنان الجديد في ظل انعدام الثقة السحيق للبنانيين تجاه مؤسساتهم السياسية، ومن المهم جدا احترام هذا الاستحقاق الديمقراطي الدستوري. إن إضافة أزمة سياسية ومؤسساتية إلى الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي يعيشها لبنان سيكون ضربا من الجنون. السفيرة غريو أضافت: ها هو قطار التاريخ يمضي قدما، وهو يتقدم بسرعة مع أولئك الذين قرروا أن يصعدوا على متنه، ولكن من دون الذين يقررون البقاء على رصيف المحطة. وشددت غريو على أن دعم فرنسا للبنان لن يتزعزع. رئيس الجمهورية تسلم من وفد قيادة الجيش دعوة لاحتفال تقليد السيوف للضباط في الأول من أب.
يرأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في الأول من آب المقبل الاحتفال الذي يقام في ثكنة شكر غانم في الفياضية، حيث يقلد السيوف لضباط دورة مئوية الكلية الحربية في حضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء وأركان الدولة والوزراء والنواب والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة، ثم يسلم السيوف إلى الضباط المتخرجين، وعددهم هذه السنة 132 ضابطا وضابطة، من بينهم عدد من الضباط النساء. وفي هذا الإطار التقى الرئيس عون وفدا من قيادة الجيش سلمه دعوة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الاحتفال، وأطلعه على التحضيرات الجارية، علما أن الاحتفال غاب خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا ويعود التقليد هذه السنة. وفي القصر الجمهوري، سفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن نقل إلى رئيس الجمهورية تحيات أبناء الجالية اللبنانية في الجزائر والشعب الجزائري، وتقديرهم للدور الذي لعبه رئيس الجمهورية ومواقفه التي تحفظ السيادة وتدافع عن حقوق لبنان على مختلف المستويات. وأوضح السفير حسن أن البحث تناول أيضاً العلاقات اللبنانية الجزائرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، لا سيما لجهة الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالي الطاقة والنفط. وذكر السفير حسن أن المسؤولين في الجزائر يتطلعون إلى أن يقوم الرئيس عون بزيارة رسمية للجزائر. الرئيس بري يهنئ هاتفياً الطالبة أميرة زرايق بحلولها بالمرتبة الأولى على مستوى لبنان بالشهادة المتوسطة، وفي عين التاني سلسلة لقاءات. إطار قانوني لقطاع المرافق تحت عنوان أساسي: لا بيع لأصول الدولة، لا بيع لأملاك الدولة، مع عدم الاستعداد للتضحية بحياة أي فرد على أرض مرفأ بيروت مقابل قمح يحترق، خلاصة الاتفاق الذي رشح عن لقاء الرئيس نبيه بري بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية. مجلس الأعلى للدفاع بيبعت لي كتاب أول ما تشكلت الحكومة اللبنانية وبيقول أنه لازم أنت يكون في مثل حزام آمن حول مبنى الإهراءات، لأنه الإهراءات مرفق بيروت قايلة للسقوط في أي لحظة، وخصوصا الجهة الشمالية من إهراءات مرفق بيروت اللي هي الأكثر ضررا من الانفجار واللي هي موضوع الحريق. هل أنا كوزير أشغال بسمح لحدا يقرب على الإهراءات الأطفاء على عديده على قطعه اللي هي منا متطورة جدا وتحمل مسؤولية الأرواح؟ لا، خليه تحترق الأمحاط. بيجي بيقول واحد: طب أنتوا عم تخلوا اللي يحترقوا الأمحاط، طب ما أنا مش بيدي طفيهم، أنا ما في مقرب حدا إلا بمشروع كامل متكامل للإهراءات. طيب بيجي واحد بيقول: طيب أنتوا بتخلون يوقعوا، ما هن من الأساس الخبراء الفنيين عالميا ومحليا قالوا الصوامع للجهة الشمالية من إهراءات مرفق بيروت قايلة للسقوط ومنفصلة عن الجذع الأساسي، بكون أنا بدي وقعهم؟ لا، أنا بمشي وفقا للقانون والعلم، شو بيقول القانون بمشي وشو بيقول العلم بمشي، ولن نضحي بأي فرد على أرض مرفق بيروت بحياته مقابل شوية أمحاط عم يحترق. قضايا المعلمين والجامعة اللبنانية محور لقاء الرئيس نبيه بري مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الذي نقل عن الرئيس بري تهنئته الطالبة أميرة زريق من ثانوية الشهيد بلال فحص في قضاء النبطية التي حلت بالمرتبة الأولى بالشهادة المتوسطة، كما كانت مناسبة أيضا للبحث في قضايا تتصل بالقطاع المعلمين والجامعة اللبنانية وسائر القضايا المتصلة بهذين الأمرين. وكانت توجيهات دولة الرئيس دوما لاعتبار أن هذا الإنجاز الذي تحقق هو إنجاز تربوي وإنجاز وطني بامتياز، يحسب في خانة الإنجازات التي حققتها الحكومة ورئيسها. الرئيس نبيه بري عرض الأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وفدا من قيادة الجيش ضم رئيس جهاز المراسم في الجيش العميد الركن إبراهيم ترو، رئيس الدائرة الإعلامية في الغرفة العسكرية العقيد الركن ناجي بوزيان، رئيس فرع العلاقات العامة في مديرية المخابرات العقيد الركن أحمد الحاج شحادي، والوفد سلم الرئيس بري دعوة للمشاركة في احتفال تقليد السيوف لتلامذة ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية الذي سيقام في الأول من آب بمناسبة عيد الجيش.
جولة للوزير المكاري في تلفزيون الجديد، وتأكيد منه أنه في حال أردنا رئيسا صنع في لبنان علينا أن نقوي حظوظ سليمان فرنجية لأبعد الحدود. مع بدء العد العكسي لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري يؤكد أنه في حال أردنا رئيساً صنع في لبنان علينا أن نقوي حظوظ سليمان فرنجية لأبعد الحدود. كلام المكاري ورد خلال حديث تلفزيوني على الشاشة الجديد، مشدداً على أن العلاقة بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والوزير السابق سليمان فرنجية ممتازة، قائلاً إن حصل اتفاق بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لن يكون اتفاق محاصصة كما كان اتفاق معراب. زيارة المكاري تلفزيون الجديد شملت جولة على أقسام التلفزيون لا سيما غرفة الأخبار، وعقد اجتماعا مع المديرة العامة كرم الخياط ومديرة الأخبار والبرامج السياسية مريم البسام، يرافقه مستشاره الإعلامي مصباح العلي، وجرى نقاش مستفيض في هموم وشجون الإعلام اللبناني وخطط وزارة الإعلام في المرحلة المستقبلية. من مكتبة مجلس النواب، معوض مخزومي، ريفي وعبد المسيح يعلنون تشكيل كتلتهم تجدد من أجل لبنان أولاً وأخيراً ومواجهة السلاح غير الشرعي. تجدد اسم الكتلة النيابية الجديدة التي تشكلت وضمت النواب أشرف ريفي، ميشيل معوض، فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح. الكتلة التي عقدت مؤتمرها الصحفي الأول أكدت فيه أنها عابرة للطوائف والمناطق وستكون جسرا بين جميع القوى البرلمانية والسياسية المؤمنة ببناء دولة حقيقية سيدة حرة ومستقلة. النائب معوض اعتبر أن إسقاط نظام الفساد والعودة إلى الدستور هما الفرصة لإعادة بناء الدولة، وهذا يتطلب مواجهة منطق المحاصصة الوطنية. مش مسموح أنه حدا يتخبى مثلا وراء المواد 70 و 71 من الدستور تيهرب من المحاسبة بجريمة تفجير مفرق بيروت، أو تيهرب من ملفات الفساد العديدة والمتعددة. ولا مقبول نتحجج بالدستور تنمنع التصويت الإلكتروني بمجلس النواب ونعتمد نهج صدق ونمنع الشعب اللبناني يعرف لشو صوتوا نوابه. أما النائب أشرف ريفي فلفت إلى أنه مع إعلان ولادة هذه الكتلة ننتقل إلى مرحلة جديدة لجمع الجهود لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق الدستور وببسط سلطة الدولة على الأراضي كافة. بإعلاننا اليوم ولادة كتلة التجدد ننتقل إلى مرحلة جديدة على طريق توحيد الجهود في المجلس النيابي الجديد لمواجهة الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان، والذي سببه الأول انتهاك السيادة الوطنية. انطلاقا من هذا الواقع نطالب من مجلس النواب ومن خارجه بتطبيق الدستور وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كافة الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء، كما نطالب بتسليم الدولة أي سلاح غير شرعي لبناني كان أو غير لبناني. بدوره دعا النائب فؤاد مخزومي إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي كامل متكامل والعودة للاقتصاد الحر وإعادة رسم دور لبنان الفاعل في المنطقة. عبد المسيح أعلن أن الكتلة ستبدأ فوراً الاتصال بالمكونات السياسية السيادية للتوصل إلى توحيد المواقف بما خص المواضيع الرئيسية، فالمعارضة لا يجب أن تكون مشتتة. ويجب العودة للاقتصاد الحر والمنتج والعادل وإعادة رسم دور جديد للبنان بالمنطقة والعالم، وهالشي بيتطلب استعادة لبنان لعلاقاته العربية والدولية والخروج من عزلته وإعادة ربطه بالانتشار اللبناني كشرط أساسي لاستعادة اقتصاده ونموه وازدهاره. نحن نواب مستقلين ومتساويين التقينا على مبادئ وقناعات وثوابت وأجندة عمل مشتركة، وتوحدنا حول مشروع وممارسة عمل سياسي وطني بالمفهوم الحديث والصحيح، أي وضع مصلحة لبنان واللبنانيين بأولوية ما في بعدها أولويات. إذن للمرة الثانية تتشكل مثل هذه الكتلة، فهل تعيش هذه المرة لتحقق كتلة وازنة تعادل الكتل الكبرى الأخرى؟
خفض وزير الاقتصاد أمين سلام حصص الأفران الكبيرة من الطحين المعد لإنتاج الخبز العربي منعاً لاستعماله في صناعة المعجنات الأخرى المتنوعة والموجودة أكثر لدى الأفران ذات الحصص الكبيرة وتشجيعاً للأفران الصغيرة المتوزعة في القرى والمناطق البعيدة على زيادة إنتاجها وحمايتها من المنافسة والمضاربة. وأكد سلام أن هذا الإجراء هو جزء من ورشة إصلاح. سجلت أسعار المحروقات اليوم انخفاضاً إضافياً وباتت كالآتي: البنزين 95 أوكتان 627 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان 639 ألفاً، أما المازوت ف 675 ألفاً، والغاز 323 ألف ليرة. ورشة عمل للحفاظ على الممارسات التقليدية لحماية التنوع البيولوجي في جبل الشيخ. نظم اتحاد بلديات جبل الشيخ بالتعاون مع جمعية البيئة للحياة ورشة عمل ختامية لاستعراض نتائج مشروع الحفاظ على الممارسات التقليدية لحماية التنوع البيولوجي في أراضي الزيتون في جبل الشيخ والممول من صندوق شراكة الأنظمة البيئية الهامة. وتخللت الورشة كلمات من المعنيين شددت على أهمية وقيمة التنوع البيولوجي في منطقة جبل حرمون التي تعتبر من المناطق المهمة جدا للنباتات المتنوعة والمستوطنة، كما ركزت الكلمات على ضرورة حماية قطاع الزيتون في لبنان في ظل التحديات والصعوبات التي تواجهه. إعلان جبل الشيخ كمنطقة هامة للطيور أو غير الطيور ومحمية دورة اقتصادية جديدة. محمية أرز الشوف بتفوت تقريباً 77 أو حوالي 100,000 زائر بالسنة، صحيح؟ 100,000. هو شو بيعملوا بالدورة الاقتصادية إذا بيفوتوا بكرة على محمية رشية وبيطلعوا بيصوروا طيور وبيدفعوا دخول؟ معناتها نحن عاش بحاجة للدولة، بس صار عنا موارد ذاتية. هذه المساعدات استفاد منها عدد لا يستهان به من مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر وآخر هذه التقديمات الحراثات الزراعية التي وضعت بتصرف الاتحاد لصالح مزارعي المنطقة كافة المزارعين. وتطرقت الكلمات إلى ضرورة إيجاد رؤية تسويقية لزيت الزيتون في منطقة جبل حرمون بالاستناد إلى قيمة التنوع البيولوجي وطبيعة أسواق تصريف الإنتاج. أزمات الطاقة والغذاء تتغيان على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا، ووزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد أن الحرب الأوكرانية باتت تشكل تحدياً للاقتصاد العالمي. بدأ كبار مسؤولي قطاع المال في مجموعة العشرين اجتماعاً في إندونيسيا تهيمن عليه تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي في وقت يرتفع التضخم وتضعف آفاق النمو. وكان من المفترض أن تركز المناقشات في البداية على السبيل الأفضل لتشجيع عودة النمو بعد جائحة كورونا، غير أن تأثير الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة باتت من الملفات التي تتصدر جدول الأعمال. وقالت سيري مولياني وزيرة مالية أندونيسيا في كلمتها الافتتاحية أن العالم يراقب مجموعة العشرين، مضيفة أن الإجراءات التي ستتخذها المجموعة سيكون لها تأثير مهم على كل دول العالم. واعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن التحدي الأكبر للاقتصاد العالمي مصدره الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن ممثلي نظام الرئيس فلاديمير بوتين يجب أن لا يكون لهم أي مكان في هذا المنتدى. ويعقد الاجتماع الذي يستمر يومين في جزيرة بالي الأندونيسية بعد أسبوع على اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة وجهوا خلاله وابلا من الاتهامات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على خلفية الحرب الأوكرانية. مقتل 20 شخصا في غارات استهدفت مدينة فينسيا الأوكرانية، وزيلينسكي يدعو إلى إنشاء محكمة خاصة للتحقيق فيما يجري في أوكرانيا. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة للتحقيق فيما سماها جرائم العدوان الروسي في أوكرانيا. وخلال كلمة له عبر الفيديو أمام المؤتمر الذي تنظمه المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية، أكد زيلينسكي أن روسيا تقصف الأهداف المدنية لا العسكرية.
من جهة ثانية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن المفاوضات مع أوكرانيا متوقفة الآن، ومن المبكر التنبؤ بإشراك لاعبين دوليين، مضيفاً أن سياسة المواجهة والعقوبات تضعف أمن الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة. ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 20 شخصاً على الأقل في غارات استهدفت مدينة فينيتسيا وسط البلاد. وأشار الجيش الأوكراني إلى أن 3 صواريخ استهدفت موقفاً للسيارات والمبنى التجاري وسط المدينة الذي يحتوي على مكاتب وشركات صغيرة. كما أكد الجيش الأوكراني أن قواته شنت 4 غارات ضد مواقع للجيش الروسي في خرسون، ما أدى إلى تدمير مخزن للذخيرة. بدورها، أعلنت استخبارات الجيش البريطاني أن القوة الروسية تتقدم ببطء باتجاه مدينة سيفيرسك. في المقابل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام منظومات هيمارس الصاروخية. رئيس البرلمان السريلانكي يقبل استقالة رئيس البلاد على أي يتم التصويت لاختيار الرئيس المقبل في 20 تموز. قبل رئيس البرلمان السريلانكي رسمياً استقالة الرئيس السريلانكي بعد فراره إلى سنغافورة هرباً من انتفاضة شعبية أثارتها أسوأ أزمة اقتصادية في بلاده منذ 7 عقود. وقال رئيس البرلمان لصحفيين: سننتقل إلى تعيين رئيس جديد بحسب الدستور، سيحدث الأمر بسرعة وبنجاح، أطلب من الجميع دعم هذه العملية، وأمل استكمال عملية اختيار رئيس جديد في غضون 7 أيام، وأن يجتمع البرلمان غدا السبت، ومن المقرر أن يصوت البرلمان لاختيار الرئيس المقبل في 20 تموز. هذا وكان الرئيس الفار وصل إلى سنغافورة الخميس بعد أن فر إلى جزر المالديف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على متن طائرة عسكرية مع زوجته و2 من حراسه إثر اقتحام المتظاهرين قصر الرئاسة ومكتبه السبت الماضي، بعدما تصاعدت الاحتجاجات في الشوارع ضد الأزمة الاقتصادية في البلاد على مدى شهور، وبلغت ذروتها هذا الأسبوع عندما استولى 100,000 من المحتجين على المباني الحكومية في كولومبو وألقوا باللوم على عائلة راجاباكسا وحلفائها في التضخم الجامح ونقص السلع الأساسية والفساد. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إيفانا ترامب زوجته الأولى ووالدة أكبر 3 أبناء له توفيت عن 73 عاماً. وكتب ترامب على موقعه الخاص للتواصل الاجتماعي: أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها وهم قصر أن إيفانا توفيت في منزلها بمدينة نيويورك، وكان الطلاق تم بينهما في العام 1992. ختام النشرة، إلى اللقاء.